هلا والله شباب شلونكم ان شاء الله طيبين <applause> معاكم تسكوماندر او فيصل شلونكم ان شاء الله بخير ووضعكم اوكي الاختبارات ان شاء الله بدت او تقريبا انتهت عند البعض ولا يطلع قربت اوكي طبعا جيم بلاي بلاك دومينيشن طبعا الجيم بلاي قديم ايام كنت الفل ايام كنت ضارب السيج 11 ما ادري والله طبعا الجيم بلاي ما استخدمت فيه ولا طلقة رشاش يعني <applause> كلها تشخيط ولا ذبحات وكذا المهم ما علينا من الجيم بلاي قبل ما اطرح لكم موضوع واتكلم حاب اشكر خوي ابراهيم خليل يعني على الحاجه الجميله هذه انه ان شاء الله بيرفع الفيديو هذا على قناتي على قناته على ويعني ساعدنا حصلنا كم سب إن شاء الله يعجبكم المقطع اوكي طبعا الموضوع اللي راح اتكلم عنه اليوم اللي هو بتك مو بيعني موضوع يعني كيف اقول يعني بتكلم عن كم شيء آه طبعا بما ان الان بهذا تقريبا احنا بشهر كم الان اصبر دقائق الان آه... طبعا بشهر اكتوبر او بدايه الشهر اللي بعده صراحه ما ادري وشو آه راح يعني تنزل العاب خرافيه مرة مرة خرافية اللي هي باتل فيد و باتل فيد نزل تقريبا اليوم او امس ما ادري والله ااا ايه نزل صح هو طبعا موعده بقي عليه ثلاث ايام بس نزل قبل ثلاث ايام ليش ما ادري؟ طبعا العاب كثيرة اللي هي باتل فيد وام دبليو ثري وانشارد ثري و واشياء واجد دارك سول الظاهر نزلت ما ادري. العاب كثيرة يعني مرة مرة اوكي اه طبعا اليوم راح اركز على اللعبتين اللي هي باتل فيد و ام 3 راح اتكلم عنها شوي ويعني طبعا باتل فيد نزلت اليوم تقريبا <applause> <applause> اليوم <سؤال> الثلاثاء 25 اكتوبر نزلت طبعا قبل موعد صدورها بثلاث ايام واربع ايام ما حد يقدر ينزل لها جيم او شيء انه راح يحصل سترايك على قناته طبعا قبلها قد جربناها على البيتا طبعا بيتك جعدت تقريبا اسبوع زيادة يعني جربناها لاحظنا تحسن فيها اكثر من باتل فيد 2 بكثير، انا ماني من هواة باتل فيد 3 بس ماني من هواة سلسلة باتل فيد، لكن قد لعبت باتل فيد 1 و 2 ما عجبتني زي ما عجبتني باتل فيد 3 حسيت انها متعة زيادة عن-عن الاجزاء اللي قبل طبعا الهوات باتل فيد اكيد راح تعجبهم انا صراحه ما راح اشتريها راح اخسر فلوس على الفاضي لو شريتها بطقطق عليها يوم يومين وخلاص ايش الحاجه الثانيه اللي هي مودرن وارف 3 بتنزل تقريبا خلنا نشوف بعد كم تنزل بعد 13 يوم 8 ساعات 8 دقائق <applause> و53 ثانيه يعني بتنزل هي على 10 ذي الحجه يعني اول يوم من ايام العيد انا ما اتوقع يعني وقت جدا جدا غلط يعني مين بالعيد مين فضيلك راح يشتري ام ثري 3 ما ادري عاد المهم راح اتكلم عن باتل باتل وش باتل بعد راح اتكلم عن مودرن وارفر 3 آه طبعا مودرن وارفر 3 في اشياء مره كثيره حلوه آه مختلفة عن الأجزاء اللي قبل كثير صح إنها شوي مشابهة لكود فور كول أوف ديوتي 6 بس ان يعني في اشياء تميزها عن يعني كيف اقول لكم افضل الان جزئين اعجبت الناس من سلسله كود اللي كود 6 وكود 4 الان جوك جمعوا كود 4 كود 6 واضافوا عليها مميزات يعني مميزات جديده واحسن زي ما نشوف الان نظام برستيج تغير صار انك عديت برستيج مديك تاخذ ساعتين اكس بي يعني مديك تاخذ سلاح معين يمشي معك كل برستيج يعني ما فهمت الشغله بس يعني في <applause> اشياء فله ويمدك تعيد البرستيج مثلا وصلت خلاص عاش إنك تعيد من جديد بس ما احس لها فايدة او في سترايكات جديدة طبعا سترايك له قسمين ما فهمت صراحة يعني فيها اضافات كويسة سناب رجع الكويك والاشياء هذه يعني يحاول ان اللعبة مو بتعجبهم تعجب الكوميونيتي يعني اللي قاعدين يلعبون بعض حاولوا يركزوا الناس يسالون وش احسن وها وش يعجبكم كذا وجمعوا كذا لين كونوا ام دبليو 3 أه طبعا زي ما قلنا لكم تقريبا بعد 13 يوم بتنزل أه طبعا انا متحمس لها كثير برم بالمره اكثر من باتل فيد اكثر من ايش دخل باتل فيد اي صح متحمس لها اكثر من باتل فيد ما أه ادري انا اليوم ملخبط ما ادري يعني اوكي <applause> زين ولاحظت يعني فيها اشياء كثيرة لاحظت يعني الموديلات الوجيه والحركات هذه يعني اجسام اللي يلعبون بلاك هوبس يعني الان اللعيبة اللي ببلاك هوبس اجسامهم أجز... والله منحوس انا اليوم والله اجسام اللي يلعبون بلاك هوبس تغيرت تقريبا بكثير عن اللي ام دبليو يعني الشخصيات وكذا تحس افضل شوي ما هو زي بلاك هوبز اعوذ بالله مو جايبين جنود عمال اوكي ويعني انا صراحة اني متحمس الباتل فيد ثري ما تحمس <applause> مرة بس انا متحمس الام ثري والله منحوس اليوم اوكي طبعا هنا الجيم بلاي خلص واتمنى انكم تسووا لي سبسكرايب على قناتي وعلى قناة ابراهيم وبس هذا اللي كان عندي يلا كان معكم كوماندر سلام